اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم اجعل كيد اعدائي واعداء الاسلام في نحورهم، وارفع امه الاسلام يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني قولي. ذلك الله بارك مع الدرس الثاني في الوحده السادسه وفرض الجهد باختصار من الاول مركز معايا كما لو كان عندي المساحه دي على المواصلين. انا عاوز ارفعها متر فوق. يبقى انا محتاج ابذل شغل، يعني لازم يكون عنده قوه ومسافه. اعتبر ان الالكترونات هي المساحه. هنرفعها من الشارع نطلعها البيت عندي، او نطلعها من الشارع للمدرسه. طب فين الكابل اللي فيه الكهرباء؟ في الارض. المحولات اللي عندك دي هتعمل ايه؟ هتعمل شغل بحيث ان هي تضخ الشحنات، ترفع الشحنات، توصلها للاماكن اللي احنا عاوزينها. يبقى انا عندي فرق الجهد هو الشغل على طول. سامع واحد خدناه في سنه ثانيه اللي هو دبليو اليوم، برافو عليك. وورك شغل المكتوب وورك طبعا، اخد الدبليو اللام لنقل وحده الشحنات في وورك يو. بين نقطتين فرق الجهد بينهما واحد فولت، يبقى دلتا دبليو تساوي دبل دلتا بي تساوي دبليو على يو. يعني فرق الجهد يساوي الشغل على الشغل. هنقل الالكترون من مكان لمكان. انا رسم لك رسمه بسيطه كده، حاول تتخيلها، ان هي دي شحنات مع بعض. اردنا اننا ننقل شحنه منهم من النقطه بي الى النقطه بي. ايه؟ هنحتاج ايه؟ هنحتاج ننزل شغل، لان الشغل هو في مسافه. هو في ايه؟ في مسافه. فخدت الضوء والشغل لازم ننقل وحده الايه؟ الشغل. تعريف معادله وحده قياس تدريب عليه. حاجات دي الفيزياء كده ما فيهاش عجب ولا لا كتير، ممكن نجيب لك تدريب او حاجه تطبيق عنها. فبقول نجيب الشغل اللازم لنقل الالكترون. ايوه برافو عليك. 1.6 من 10 في 10 اس ناقص 19 كيلو من نقطتين فرق الجهد بتاعهم 6 فولت، وعاوز الثمن اروح على طول واحط 6 تساوي دبليو على 1.6 في 10 اس ناقص 19. طرف ايه؟ في وسطين. اذا دبليو هتساوي كذا، ها؟ جول. كذا جول. ما هياش هتطلع بيها. نسيت اقول لك ان وحده قياس فرق الجهد هي جول لكل كولوم، يا اما الوحده الدوليه الفولت. جه منين؟ ده من يوم الجول. يوم السين يبقى جول لكل كولوم اللي هي مين؟ الفولت. اللي هي الفولت. ادي فرق الجهد العام. في حاجه اسمها اسطح تساوي الجهد. اسطح تساوي الجهد لو عندي سطح واحد واثنين وثلاثه وكله 20 فولت. كان بيقول اسمه اسطح تساوي. عده اسطح مالها؟ فرق الجهد بينها يساوي صفر. فرق الجهد بينها صفر، يبقى مش هيتدخل فيها شحنات. هتبقى وقت زي الكسر. طبعا شحنه كبيره وشحنه صغيره، اكيد الكبيره هتسحب الصغيره ناحيتها، ولو العكس ان هي الثانيه الصغيره ودي الكبيره هتبقى في تفاوت. لكن اللي انا عاوزك تعرف ان الشحنات المختلفه تتجاذب والشحنات المتشابهه تتناقض. الجهد الكهربي في مجال منتظم زي المكسر. عندي اللي فوق ده قطب ممكن، واللي تحت ده قطب سالب. هتخرج الخطوط من الموجب للسالب، الفرق بين اللوحين دي. طيب يبقى بي هتساوي اي دي، يبقى ده القانون الثاني البي. ده قانون دبليو على كيو. يا ريت تركزوا لنا النقطة اللي أنا عليها. دبليو على كيو ده القانون الأولاني. لو اداك الشغل والشغل، طب إن ادالك المسافة وفرق الجهد، يبقى بي تساوي اي دي.
يساوي اي دي. طيب التدريب يقول لي جيت من الرسم اي في الرسم السابق اذا في 20 ودي بتساوي 2 سم. برافو عليك الحساس اللي عارف ان السم مش بتاعه، يبقى على طول اقول له فيها تساوي اي دي هتساوي 20 ضرب 2 على 100، الصفر مع الصفر نفذ 2 ب 4 يبقى 4 من 10 جول لكل كولوم او بتساوي فولت او بتساوي ايه؟ فولت اللي هي في بتساوي اي. التجربة اللي جاية دي من أصعب التجارب في العالم. مين كان ده محظوظ؟ العالم الوحيد في تاريخ البشرية اللي خد جايزة نوبل ثلاث مرات. المرة الأولى لما جاب شفرة الإلكترون، والمرة الثانية لما قال إن الزيت هو السائل الوحيد الغير قابل للتبخير، والمرة الثالثة لما نصب بلانك وإينشتاين على نيوتن، ودي كانت الصدمة جدا للفيزياء الحديثة على الفيزياء الكلاسيكية بقيادة نيوتن. فمين كان راجل عقله عالي جدا حب يعين شحنة الإلكترون؟ الفكرة اللي جاته لم تخطر ببال أي إنسان. طبعا الإلكترون صغير جدا، هنمسكه إزاي؟ مش قادرين نجيبكم كده، أمال هنجيب شحنتكم؟ فهو قال لك أنا لو جبت قطرة زيت، قطرة الزيت دي هتبقى الجاذبية مش هتفتح لأن الهكر مشي، قطرة الزيت شحنتها سالبة، فحط لها قطب موجب فوق، آدي قطرة الزيت، القطب الموجب هيشدها لفين؟ لفوق، والجاذبية هتشدها لفين؟ لتحت. هو فكرته أن تظل معلقة، إذا نجح في تعليق قطرة الزيت في الشحنة بتاعتها، ونجح فيها العبقري فعلاً إنه يغير الجهد، نلاقيها هتسقط يعلي الجهد يشدها لفوق، ونلاقيها تنزل فوق يقلل الجهد تكون تنزل إيه؟ لتحت. ودي فكرة تجربة قطرة الزيت لميريكان أن تظل القطرة معلقة. والمجال الكهربي معروف، وبالتالي استطاع ميريكان ان يخرج بقياس شحنة الالكترون 1.6×10^19 والى يومنا هذا من اختراعه لم يتذكر احد ان يثبت خطا في الطين. بالاضافه لان الزيت اللي بيستخدمه بقى البيك طبعا مظبطنا في التجارب الزيت والسمك والكلام ده، الزيت تطيره صعب جدا. بس من كان ضرب عصفورين بحجر استخدم الزيت ما بيتاثرش بالقوه الكهربائيه ولا بالحراره، وفي نفس الوقت طلع شحنه الايه؟ الالكترون. هنا في مساله ظريفه كده وذلك بالتحكم في المثلث، هي عمل على اتزان قطره الزيت من قوتين الجاذبيه ماشي يا معلم اللي هي دي، والكهربائيه اللي هي اول واحد الشغل بتاع الكود ده مع الكهرباء، وزي ما بتحكم في الجهد استطاع قياس الشحنه، زي ما قلت هتسقط يرفع، لازم هتترفع ينزل، وزي ما بتحكم في الجهد. بيقول لك في تدريب صف الثالث اللي سامعها عندك، بيقول ان وزن قطره الزيت كذا والجهد الكهربي كذا، عاوز كيو، هقول له على طول اف جي تساوي اي كيو، اف جي تساوي اي كيو، يبقى 1.6×10^15 هتساوي اي هي 6×10^3 كيو، هقسم الطرفين على 6×10^3 وهنا 6×10^3 دول هيروحوا مع بعض، وهنا هتطلع فوق تبقى 10^-18 واقسموا بقى الحته اللي فاضله دي وكده تبقوا كل الشكر للاستاذ الفاضل استاذ هشام، وان شاء الله تعالى نكمل الترم
على هذا الوضع، نحتاج فيديو شكرا لكم.